منفذ هذا الخطأ واليامي الباك اليمين يلعب الكرة تصويبه ولكن يا سلام على تسويبة تماما والكرة ما زالت والتصويبة من اللاعب الرائع تصويبه ولكن التصويبة أقرب اللاعب فهد الغامدي الرقم 14 ضيع الكرة لكن هنا غامدي يصوب الكرة يريد ان يهدأ لاعبيه هنا عرضية خطيرة الكرة يتحصل على الكرة ابراهيم هناك في الرواق الايسر يا سلام المرور لكن هنا مع دفاعات فريق باريس ابراهيم يتحصل على الكرة يا سلام المرور يمر ابراهيم ولكن يسوق كرة الصدارة 1-0 الى الان ممكن التعديل ام دفاعات باريس عرضية الأخير من هذا الشوط الثاني والمباراة لكن هنا فلامينغو والمرتدة الفريق الكحلي هنا باريس وهنا يا سلام خطارة الله هنا دربكة ولكن هنا يقول الحكم ما فيها شيء يضيع الكرة وفي هذه الآونة يطلق نظرة حكم المباراة الأستاذ حسين الأحمد عن نهاية هذا اللقاء إذا ما بالتعادل الإيجابي 1-1 ألف مبروك الصدارة لسبيشال 1 وفريق